صليت الفرض من الصلوات الخمس وتركت واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، ثم ذكرت في أثناء الصلاة فقلت سوف أسجد سجود السهو، فسللت من الصلاة ولم أسجد نسيانا أيضا، ثم بدأت فورا بالسنة التي بعد الصلاة، فهل أسجد سجود السهو في صلاة السنة أم بعدها بنية جبر ما تركت من واجب الصلاة الأولى، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا كان على الإنسان سجود سهو ثم قام ودخل في صلاة أخرى فإنه يكمل هذه الصلاة التي دخل فيها ويسجد للسهو بعدها، هذا أحوط له، يسجد للسهو إذا فرغ من الصلاة التي دخل فيها. نعم.